بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات الصحراوية التي تنمو بنسب كبيرة جدا في الجزيرة العربية، بالذات يعني محافظة الأحساء. أيضا درست هذا النبات واكتشفت فيه نوع من أنواع الفطريات، وأيضا اكتشفت فيه فصائل كثيرة جدا من البكتيريا. ممكن أيضا ينمو هذا النبات في فصل الشتاء، يعني على درجات منخفضة من الحرارة مثل ما تلاحظون. طبعا هذا النبات ينمو في فصل الشتاء ويحتاج حرارة معينة، يعني لا تقل عن يعني 15 درجة مئوية تقريبا مثل ما تلاحظون. أتمنى يكون واضح تحت الكاميرا. طبعا اكتشفت فصائل كثيرة من الفطريات مثل ما تلاحظون هنا. الطبقة البيضاء هذه غالبا تكون بسبب فصيلة من الفطريات، وأيضا بكتيريا وفصائل من الطفيليات الأخرى مثل الديدان المجهرية قد تعيش بنسب كبيرة جدا في هذه الأنسجة النباتية، بالذات لما يكون يعني في تحلل للمنطقة ممكن يعني يحصل لها أي نوع من أنواع التجمع الخلوي للميكروبات، بالذات يعني مثلا الديدان المجهرية، يعني أي نوع من أنواع الديدان المجهرية ممكن تنتقل لها. وأنا أنصح الباحثين بدراسة علم الأمراض إذا كان فيها أمراض، مثلا إيش تسبب هذه الميكروبات أو الطفيليات إذا كانت يعني متواجدة في جسم الورقة أو جسم النبتة، وممكن أن تنتقل إلى الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الرياح أو غيرها من الأساليب الأخرى. وأنا يعني أنصح الباحثين بدراسة أنواع الميكروبات المتواجدة في النباتات مثل ما تلاحظون. أيضا ممكن تكون فيها فيروسات، لكن المجهر اللي عندي كبر لا يقل عن 7000 مرة، لا ما تقدر تشوف الفيروسات إلا إذا كبرت يعني تكبير قوي جدا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.